قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل والقيادي بالمنتدى محمد جميل المنصور إن المنتدى يقيم الاتصالات التي حصلت بين قادة منه مع أطراف في السلطة. وأضاف رئيس تواصل في مقابلة مع صحيفة الأخبار إنفو أن الاتصالات التي جرت هي من جنس واحد، وأنها موضع تقييم من المنتدى لكي يتمكن من الانتقال من مرحلة إلى أخرى على حد تعبيره. كان الوزير الأمين العام للرئاسة قد اتصل بالرئيس الدولي للمنتدى قبل أسبوع طالبا منه عقد لقاء غير رسمي بينهما لبحث موعد الحوار. حديث رئيس حزب التواصل محمد جميل المنصور عن وجود اتصالات بين السلطة والمنتدى حول الحوار لم يتحدث عنه الإعلام، مما يعني حسب المراقبين أن الأمور بدأت تأخذ منحا إيجابي بين الطرفين، خاصة وأن الاتصالات هذه المرة تتم بعيدا عن الأضواء، وحرص الجانبان على عدم تسريبها لوسائل الإعلام، وهو موقف لم يحصل منذ سنوات، بل إن رئيس حزب التواصل ذهب أبعد من الاعتراف بوجود اتصالات حين قال في مقابلة مع صحيفة الأخبار إنفو إن المنتدى يقيم الآن هذه الاتصالات. مصادر الساحل تفيد أن المنتدى يدرس جديا تشكيل لجنة مصغرة ستتواصل مع اللجنة التي شكلت الأغلبية، وسيعمل الجانبان على صياغة وثيقة تحدد آليات الحوار. وتتابع نفس المصادر أن فريق الأغلبية في انتظار حسم المنتدى للأسماء التي ستمثله. مجمل هذه التطورات والمواقف الأخيرة يرى المتابعون أنها ستصب في النهاية في انطلاق حوار يشارك فيه المنتدى، وتشير التوقعات إلى أن بداية سبتمبر ربما ستكون الموعد الأنسب لانطلاقته، نظرا لأن العطلة السنوية للحكومة تنتهي مع نهاية أغسطس. فهل دخل طرف الأغلبية والمنتدى الآن في مرحلة الجد مع حرصهما على عدم التسريب؟ وهل تأخير السلطة لموعد انطلاق الحوار الذي حدده الرئيس في خطاب النعمة هو نوع من إفساح المجال ليلتحق المنتدى بركب المشاركين؟ لإلقاء الضوء أكثر على تصريحات رئيس حزب تواصل بخصوص الحوار، ينضم إلينا في الاستوديو السيد الهيبة والشيخ سداتي المدير العام لمؤسسة الأخبار إنفو. أهلا بكم سيد الهيبة. ما الجديد في موضوع الحوار الذي تحدث عنه رئيس حزب تواصل في مقابلته معكم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الحوار ليس فيه جديد وليس فيه قديم من فترة، وكل مسؤول عندما يتحدث إليه يتحدث عن يسأل عن الحوار من الناحية الإعلامية، لأن الموضوع من سنتين وهو حديث الساعة مطروح، وكل مسؤول يتحدث عنه. الجديد هذه المرة هو الكشف عن اتصالات لم يتناولها الإعلام أو الحديث عنها، ورفضوا أيضا الحديث عنها. غير رسمية، يبدو أنها اتصالات غير رسمية بدأت تظهر للعلن، وهي مرحلة كانت الأطراف أو كانت بعض الأطراف تسعى إليها، ويبدو أنها تحققت في الفترة الأخيرة. حتى الآن لم تظهر نتائج هذه الاتصالات، ولم يعرف هل هي ناجحة في إطار صحيح أم لا، لكن بالفعل بدء هذا النوع من الاتصالات دليل على أن المنتدى والحوار بدأ في مرحلة أخرى غير معلنة، أو على الأقل الاستعدادات للحوار بدأت في طريق لم تكن الطريق المعهود، اتصال ورد باتصال آخر. يعني كيف تقرأون تصريحات جميل منصور؟ هو قال إن الاتصالات لم يتحدث عنها الإعلام، هل هذا يعني أن الطرفين حرصا هذه المرة على عدم التسريب، وهل ذاك يعني جدية مساعي التقارب هذه المرة؟ لا أعرف دلالة ما يعنيه بالتحديد الموضوع، لكن أظن أن الأمر دلالة تتعلق أولا بأن هناك اتصالات غير رسمية تحدث الإعلام عن بعضها، ويبدو أن بعضها لم يتحدث عنه الإعلام. لا أدري مستوى هذه الاتصالات ولا من أي الأطراف، لكنه قال أيضا في المقابلة أن الطرف في السلطة أنه سعى ويسعى لأغلب هذه اللقاءات وهذه الاتصالات. جميل. يعني لماذا في رأيكم يكون رئيس حزب تواصل هو أول من يتحدث بالتفصيل عن هذه الاتصالات للإعلام، يعني على غير العادة؟ أولا، ينبغي أن نميز بين أمرين. هذا ليس حديث في مؤتمر صحفي بإرادة، هذه مقابلة صحفية. دأبنا في الأخبار أن ننظم في العطلة الصيفية في كل سنة مقابلات لسد الفراغ الحاصل في السياسة. قابلنا الأسبوع الماضي علي محمد بار، قابلنا الرئيس جميل منصور، وبالتالي ليس حديثا إراديا منه، وإنما هو رد على سؤال. وكل في صور المقابلة ولا هو جزء عنونا، نحن المقابلة لم تنشر بعد، نحن عنونا من بخبر منها للتشويق وللدراسة في هذه النقطة. جميل لم يتحدث فقط، ليس أول من يتحدث، في كل في أظن في قناتكم في كل
السياسيين في كل الضيوف في كل حلقة في كل لقاء مع صحفيين يسألون عن الحوار ويتحدثون عن الحوار بجديد. ربما أضافه هو الإعلان عن هذه الاتصالات غير الرسمية والإعلان عنها بشكل صريح أكثر من رسائل التهدئة التي يتحدث عنها البعض بين المنتدى والسلطة قبل انعقاد القمة العربية أتت أكلها، وبالتالي سيتفق طرفان هذه المرة على الحوار. كيف ترون هذه الجزئية؟ أظن أن التهدئة إن كانت حصلت أو في الحوار حصلت بعد تراجع السلطة عن المسار الذي أعلن عنه بالنعمة أن الحوار سيتم بمن حضر خلال أسابيع محددة. تراجع السلطة عن ما يسميه المنتدى الحوار الأحادي ربما أدى لها الجو الإيجابي قابلته المنتدى ربما بغياب الحديث عن الضمانات التي كانت أعلاها حل كتيبة الأمن الرئاسي وأدناها الرد المكتوب. أظن أن تفاصيل المنتدى غاب عنه الحديث في الفترة الأخيرة وفي خرجاته الإعلامية عن هذه عن الرد المكتوب وعن الممهدات، ربما هذا ردا إيجابيا على توقف السلطات عن مساعيها في الحوار الأحادي الذي أعلنته وأعلنه يعني رئيسه. سؤال أخير وباختصار سيد المدير، يعني الآن كيف تقيمون مساعي الحوار بين السلطة وضمانات هذا الحوار بالنسبة للمعارضة؟ أظن أن الحوار هناك مساعي من الطرفين، أظن أنها جاد، لكن ما يغيب على يعرق الحوار حتى الآن هو موضوع الحوار، مواضيع الحوار على ماذا نتحاور. أظن أن كل طرف له أجندته وقد تعيق في آخر لحظة وفي آخر مرحلة. هذه ما الذي تريده السلطة من الحوار، ما الذي تريده المعارضة من الحوار، لكل واحد منهم أجندته. إذا وصلوا لهذه النقطة سيتضح أن الحوار أمر صعب وتحقيقه بهذه السهولة ليس أمرا سهلا. الهيبة والشخص ذات المدير العام لمؤسسة الأخبار إنفو، كنتم ضيفنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لكم.